جناح منطقة عسير يقدم العديد من الموروثات الفنية كالمدقال والخطوة والقزوع وغيرها، إلا أن اللعبة الأكثر رواجاً هي العرضة الجنوبية. منطقة عسير تتميز بعدد كبير من الموروثات الشعبية ومنها العرضة الجنوبية. العرضة الجنوبية عدة ألوان وكل محافظة لها لون معين، فلون المدقال المقاميع تتميز بها رجال الحجر وبلقرن خاصة. العرضة الجنوبية لدى فرقة بلقرن تتميز باستخدام البنادق البارودية والتي عادة ما تثير اهتمام الجمهور. فيها نوع الفتيل اللي هي فتيلة نسميه بندق عربي، وفيها المقمع اللي لها زناد ولها قمع يحط بدل الفتيلة هذه ويكوي البارود ويرمي. طبعا نشارك في العرضة بالمدقال أول شيء، بعدين فيه نوع ثاني نزقف البندق فوق ونلتقف اثنين اثنين، بعدين تبدأ العرضة. العروض الفلكلورية التي قدمها جناح عسير بمهرجان الجنادرية 32 حظي بحضور وتفاعل جماهيري كبير. العرضة الجنوبية موروث شعبي اشتهرت به منطقة عسير على امتداد جبال السروات، يختلف أداؤها نسبيا من قبيلة إلى أخرى. من الرياض، حسين بن مسعد، العربية.